كشفت الصحافة القطرية بأن المدرب السابق لريال مدريد زين الدين زيدان سيكون المدرب القادم للمنتخب القطري بعد دخوله في مفاوضات لتدريب قطر استعدادا لمونديال 2022 مقابل 55 مليون دولار لمدة 4 سنوات. كما أكدت الصحافة القطرية أن تغريدة رجل الأعمال الفرنسي ذو الأصول المصرية نجيب ساوريس الذي تربطه علاقة سابقة أو صداقة مع زيدان، حيث أكد في تغريدة على تويتر بأن زيدان سيدرب قطر لمدة 4 مواسم.